في مؤشر واضح للجدية في بناء جيش وطني قوي، تخرجت اليوم دفعة عسكرية من اللواء 314 المرابط في معسكر صحن الجن بمأرب، بعد تلقيها دورة مكثفة في المهارات القتالية وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي وعدد من القيادات العسكرية. من جهته أشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة ناصر الطاهري بالقوات الاستعراضية والجاهزية القتالية التي يتمتعون بها، مؤكدا أن الفضل يعود للشهداء من ضباط وأفراد الجيش الوطني والمقاومة في تحرير محافظة مأرب من ميليشيا الحوثي والمخلوع، وعلى هؤلاء إكمال الجاهزية لتحرير صنعاء. جاهزية الوحدات لتنفيذ المهام، أمامنا الحوثيون وقوات المخلوع صالح الذين يحاولون أن يدمروا كل شيء في هذا البلد، استولوا على مقدرات الدولة، استولوا على كل مقدرات الدولة وممتلكات البلد والقوات المسلحة، وسخروها للمجهود الحربي لتدمير هذا البلد. قاموا بالانقلاب وهاجموا كل المحافظات ويسيطرون على هذه المحافظات بهدف السيطرة على البلد وإخضاع هذا البلد للاستعمار الفارسي. هذه مسألة لا يمكن أن نقبلها على الإطلاق. إننا في هذه المناسبة نحتفل بمناسبة عظيمتين، مناسبة الذكرى 48 لثورة 30 من نوفمبر عيد الجلاء الوطني، عيد الجلاء لقوات بريطانيا من المحافظة الجنوبية، وكذلك مناسبة تخرج الدفعة الأولى والتي سميناها دفعة النصر، وهذه الدفعة هي ثمرة من ثمرات توجيهات الأخ رئيس الجمهورية القائد على قوات مسلحة على دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، وها قد نفذت بهذه الدورة وتم تأهيلها وتدريبها التدريب الكافي تدريبا ثقافيا وأخلاقيا وسلوكيا وعسكريا، وتم نقلهم من الناحية المدنية من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية. هذه النواة الأولى من المقاومة الشعبية التي تدخل في هذه الدورة ويكون لها يعني حضور ووجود في هذه الدورة وفي هذه الدفعة وهذه دفعة النصر، وإن شاء الله تعالى تلحقها دفعات، والمقاومة الشعبية بحسب أوامر وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية سيتم استيعابها أولا بأول في جميع الوحدات العسكرية والأمنية، وهذه خطوة يعني نشجعها ونقول أننا الآن على بدايات إن شاء الله تعالى. ونفذ الجنود مشروعا لإطلاق النار واقتحام المواقع وعددا من الحركات القتالية أثناء الحفل، واختتم الحفل بتكريم الأوائل والمبرزين من الجنود من مختلف الفصائل. عطارة